كاظمي يعني مو شخصية عقائدية معقدة، ولهذا من جابوا لي الكاظمي معناها اكو مرحلة انتقالية جديدة يمكن ان تكون مختلفة عن المرحلة السابقة، يعني ما بعد الكاظمي مرحلة تختلف عن مرحلة ما قبل الكاظمي. نعم. الكاظمي اجى حتى يصير تفاهم عربي اسرائيلي، عراقي اسرائيلي. البطل المرحلة راح يكون الكاظمي، الكاظمي راح يكون بطل الصلح. نعم. تشوفين راح يكسب، راح يكسب بعد سياسي جيد. وهذه من حظ الكاظمي الزين، يعني رغم الناس يقول لك هو راح يتورط بالصلح ويا اسرائيل، لا، هو راح يكون قوي بعد الصلح مع اسرائيل.